السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحصة الثانية من الحصص ديال لي زيشوفمون. في الحصة ديال اليوم غادي نخدمو على لي ترينوم، أو اللي كنقولو لهم باللغة العربية ثلاثيات الحدود، واللي هما الحدوديات لي بولينوم اللي كيتكتبو على هذا الشكل AX كاري زائد BX زائد C. داكشي علاش تسماو ثلاثيات حدود، حيت فيهم ثلاثة ديال الحدود، أوكي، ثلاثة ديال لي تيرم. وشنو غادي نشوفو فيهم بالضبط؟ غادي نشوفو كيفاش نحلوها إلا كانت كتساوي صفر، يعني غادي نشوفو حل المعادلة، غنشوفو كذلك كيفاش نديرو التعميل ديال هذا النوع من الحدوديات، وأيضا نشوفو كيفاش نصوبو ليهم جدول الإشارة. علاش؟ حيت هاد الثلاثة د الحوايج كاملين سيغمون غادي تحتاجوهم في الدرس ديال حساب النهايات، في الدرس ديال الاتصال، وعلى طول العام ديال البكالوريا. وهذا الشيء كامل غادي نشوفوه ان شاء الله من خلال التطبيق على بزاف ديال الامثله، وبهم غنبداو. المثال الاول اللي هو P1X كتساوي X كاري موان 3X زائد 2. غادي نشوفوا اول حاجه الحل ديال هاد المعادله، هاد الحدوديه اللي اعتبرناها معادله. يعني شنو؟ يعني الا اعتبرت P2X كتسوى صفر، سيتادير هذا كيعني شنو؟ كيعني بلي هذه كتساوي صفر، يعني اكس اس 2 ناقص 3 اكس زائد 2، الو قلنا كتساوي صفر. الو قلنا اول حاجه غادي نحلوا المعادله كتسوى صفر. رجع ليا دابا للقواعد، هاد القواعد هما باش غادي نخدموا. اول حاجه كيقولوا لي خصني ندير نحسب هاد لو دلتا اللي كيتسمى لو ديسكريمينون او لا المميز. هاد دلتا كيساوي شنو؟ كيساوي بي او كاري موان 4 اسي. منين غنجيب هاد بي كاري ا و سي؟ توت سامبلومون هما لي كويفيسيون، هما المعاملات اللي عندي في هذيك ثلاثيات الحدود. داكشي علاش ديما فين ما تحط ليا شي حدوديه من هذا النوع، اول حاجه من الاحسن تبقاو ديروها، سيرتو للناس اللي عاد باديين كيبريباريو، ديما حط شكون هما المعاملات اللي عندك، لان كاين اللي كيتلف فيهم. الا ديما هو اللي كيكون مضروب في اكس كاري، البي هو اللي في الاكس، والسي هو العدد اللي بوحدو. ما ديروش واحد الخطا، كاين اللي كيحفظهم بواحد الشكل اللي شويه خايب، كيقول لك الا هو الاول، البي هو الثاني، والسي هو الثالث. لا، حيت راه ممكن يكونوا دي بياج، ممكن يكون شي تمرين في شي فخ، هادو يتقلبوا، حيت زائد تبادلي من حقنا نقلبوهم. يلا تبع معايا هنا عافاك، غادي ناخذ نعرف شكون هما هاد الأ و بي و سي ديالي. من الأحسن نبقى نكتبهم سيرتو في هاد البداية. ألوغ الأ هو اللي مضروب في إكس كاغي، يعني هو هاد العدد اللي كاين هنا، ما كاين والو، سيتادير كاين واحد. البي هو اللي مضروب غير في إكس، يعني هو هذا، شحال هو؟ هو ثلاثة؟ لا، كناخذو بالإشارة ديالو، يعني ناقص ثلاثة. والسي هو اللي بوحديتو، يعني هو هذا، يعني هي جوج. تخي بيان، جو باس ديراكتومون بوغ كالكولي هذاك دلتا. ألوغ دلتا كيساوي شنو؟ كيساوي بي أو كاري، ها هي، بي أو كاري، يعني هاد بي هذا دير له أس 2، يعني ناقص ثلاثة كلها أس 2، ناقص 4 أسي، يعني ناقص 4 في الأ في الواحد، في السي يعني في جوج، كتساوي شحال؟ ناقص 3 أس 2 هي 9، ناقص 4 في 1 4 في 2 8، و 9 ناقص 8 هي 1. وهاد واحد هذا راه كبر من صفر، ياك؟ علاش؟ حيت حنا هذاك الدلتا اللي كنحسبوه راه عندنا ثلاثة الحالات ممكنة، يا إما تلقاه كبر من صفر كيساوي صفر، ولا صغر من صفر. حنا لقينا هاد الحالة، دونك أنا عندي هاد القواعد. شنو قلنا بغينا نديرو؟ أول حاجة نحلو المعادلة كتسوى صفر، يعني نلقاو الحلول ديالها. مني كيكون دلتا كيساوي صفر، لونسومبل دي سوليسيون، مجموعة الحلول، شنو فيها؟ فيها جوج الحلول، كاينين جوج، كاين واحد كنسموه إكس أن إكس دو. إكس أن شنو كيساوي؟ شوف لي القاعدة، هي ناقص بي ناقص جذر دلتا على جوج أن. أجي نكتبها هنايا، إكس واحد كتساوي ناقص ديال بي. دابا بي ضربو في ناقص، ها هو بي هو ناقص 3، الا ضربتو في ناقص زدت ليه ناقص كتمشي ليك الناقص كتولي 3. ناقص الجذر ديال دلتا، يعني ناقص شحال هو الجذر ديال دلتا؟ شحال هو دلتا؟ هو 1. و الا درت له الجذر يعني ناقص 1، نيت حيت جذر 1 هو 1، على 2 ا. ها هي 2 ا، 2 في 1 راه هي نيت 2، و 3 ناقص 1 هي 2، على 2 هي 1. ها الحل الاول لقيناه. الحل الثاني اكس 2 اش كتسوى؟ القاعده شنو كتقول لي؟ كتقول لي هو ناقص بي زائد جذر دلتا، هذه المره مقسوم على 2 ا، يعني بحال الاول غير في عوض ناقص للوسط دير زائد، توت سامبلومون، يعني غتكون 3 زائد 1 على 2، اللي هي 3 زيد عليها 1 4 على 2، و 4 على 2 راه هي 2. اوكي، الوغ هاني لقيت الحلول، كنكتب قدامها اس، حيت هادي بي واحد دونك غنسموها اس واحد، كتساوي شنو؟ كنفتح واحد اللامة وكنحط الحلول اللي لقيت بالترتيب الصغير عاد الكبير،
واحد فيرغول جوج، وهادو هما الحلول. ندوز دابا للطاب الثانيه اللي هي شنو. ها حنا لقينا الحلول، شنو قلنا غادي نديرو؟ نديرو ليها التعميل الفاكتوريزاسيون. شوف معايا القاعده، مني كيكون دلتا اكبر من صفر، هذه هي الحاله اللي حنا فيها، التعميل ديالها كي كيكون ها هو. قالوا هنا بي دو اكس، ديك البولينوم اش كيولي كيسوى؟ كيساوي ليا العدد ا عامل الاكس، اكس كيبقى اكس، ناقص اكس ان، اكس ان هو الحل الاول، عامل عاوتاني الاكس ناقص الحل الثاني. اجيو نديروها هنايا، دونك غادي نكتب لهم هنايا بي واحد دي اكس. دابا التعميل ديالها، التعميل ديالها يعني هي نيت غير مكتوبه بطريقه اخرى. قالوا لي الا هو الاول نسبقوا، شحال هو الا؟ هو واحد، ها هي واحد عامل، ولكن واحد عامل صافي بلا ما نكتبوها، كتبان شويه معيقه، دونك كتخلي ديريكت مو عامل. لو كان شي عدد اخر بغي نخليهم عامل اش الاكس ناقص اكس واحد، اكس واحد هو الحل الاول، شحال هو الحل الاول؟ هو واحد. ها هو عامل عاوتاني الاكس كيبقى اكس ناقص الحل الثاني، شكون هو الحل الثاني؟ هو جوج. ها هو وصافي، هذا هو التعميل ديالها، كتبقى بحال هكا. دونك هذه لا سوليسيون ديال لا بارتي الاولى، وهذه لا سوليسيون لا بارتي الثانيه. اشنو بقى لنا دابا الشباب؟ بقى لنا دابا نديروا ليها ليتود دو سيني او لا طابلو دو سيني، نقادوا ليها جدول الاشاره. شوف القاعده دائما شنو كتقول ليا، ملي كيكون دلتا اكبر من صفر جدول الاشاره هو هذا. كنصاوب واحد الطابلو كندير فيه في القناه من موال لانفيني حتى لبلوس لانفيني، اوكي؟ اجيو نصاوبو دغيا دغيا. دونك ان بيتي طابلو هنايا من موال لانفيني حتى لبلوس لانفيني، وهنا كنحط اكس موال لانفيني بلوس لانفيني. هنا كنحطو داك البولينوم اللي حنا خدامين عليه، اللي هذا سميتو بي واحد اكس، دونك خليه نيت بي واحد اكس. الا ما كانش سميتو راه كتحطو هو نيت. اش كنديرو هنا الوسط في هذه القاعده في الحاله ديال دلتا اكبر من صفر؟ كنحط الحلول اللي عندي، شتيهم اكس واحد اكس جوج، الوغ حتى انا غنحطهم بالترتيب دائما، ها واحد ها جوج، رد البال، واحد جوج. اش كندير من بعد؟ دوك الحلول كندير تحتهم هذا الرمز، زعما راه كتنعدم فيهم هذيك الحدوديه، نفس الحاجه ها هي. كتنعادم هنا وكتنعادم هنا، سي بيان. ابخي شنو كتقول لي القاعده؟ وهنا اللي مهم بزاف. شوف الحاله فاش كيكون دلتا اكبر من صفر، يعني عندك جوج الحلول، اشنو كدير؟ كنديرو وسط الحلول العكس الاشاره، ناقص الاشاره ديال ا، وبرا الحلول كنديرو نفس الاشاره ديال ا، اوكي؟ ونتخلي غاسين كنديرو لانفيرس دو سيني، وبرا كنديرو لو ميم سيني. الوغ شنو غندير انا؟ غنمشي بعدا لذاك ا، شحال هو؟ هو واحد، كي دايره اشارته واحد؟ واحد، كي دايره اشارته؟ موجبه. دونك العكس ديال الموجب شنو هو؟ هو السالب. دونك حتى انا غندير لهم هنايا سالب، حيت قالوا لي عكس الاشاره ا. وبرا شنو كنديروا؟ نفس اشاره ا، لا ا موجب، دونك حتى هنا غندير هنا موجب وهنا موجب. يعني الا قلت لك عطيني هذه الحدوديه امتى كتكون موجبه، غتقول لي من موال لانفيني حتى لواحد، من جوج حتى بلس لانفيني. الا قلت لك هذه امتى كتكون سالبه، غتقول لي من واحد حتى لجوج، وهكا كنكونوا سالينا الخدمه مع لو ترينوم الاول، و جو باس ديريكتومون للترينوم الثاني. اذا ناخذ المثال الثاني، عندنا P de x كتساوي x au carré plus 2 racine de x plus 2. الوغ شنو المطلوب منا؟ نديرو دوك ثلاثة د الحوايج. يعني شنو؟ يعني نحل المعادلة كتسوى صفر، ندير ليها الفاكتوريزاسيون، ونقاد ليها جدول الإشارة. الوغ شوفوا معايا، أول حاجة غادي نكتب هنا P جوج x كتساوي صفر. أش كيكافئ لي هادشي؟ يعني شنو كيعني؟ كيعني هادي كتساوي صفر، حيت P جوج هي هادي. دونك x au carré زائد جوج x زائد جوج جذر جوج x زائد جوج كتسوى صفر. اشنو قلنا اول حاجه كنديرو باش ما نتلفوش؟ اننا نحددو لي كويفيسيون، نحدد دوك المعاملات الا و بي و سي. الوغ ا بي سي، شكون هو الا؟ هو العدد اللي مضروب فيكس او كاري، اللي هو في هذه الحاله ما كيبانش ليا، يعني واحد. شكون هو البي؟ هو العدد اللي مضروب غير في اكس، اللي هو شكون هنايا العدد اللي مضروب في اكس؟ شكون؟ جوج جذر جوج، ماشي جوج بوحدها وماشي جوج، ماشي جذر جوج بوحدها، هذا العدد كامل راه مضروب في اكس، دونك 2 غاسين 2. وشكون هو العدد السي اللي معزول بوحديتو؟ راه باين شكون هو، هو 2. اوكي ندوز ليطاب الاولى، اسافوار نحسبوا الديسكريمينون، نحسبوا الدلتا. الدلتا كيسوى بي كاري موا 4 اسي، يعني هذاك بي جوج جذر جوج دير لها اوسي 2، نقص منها 4 ديال ا يعني واحد، في سي يعني جوج اللي كتسوى. كي غنديرو نحسبو هادشي، فرق عليهم الاس، كل واحد عطيه الاس 2 ديالو، جوج اس 2 هي 4، جذر جوج اس 2 هي جوج. تبع معايا، جوج اس 2 هي 4، وجذر جوج اس 2 كيمشي لجذر الاس كتبقى جوج، و 4 في جوج هي 8، ناقص 4 في 1 في جوج، دونك ديريكتومون حتى هي 8.
8 ناقص 8 شحال كتعطينا؟ بيان سور سي 0 كتساوي 0. مني كتكون عندي الحاله ديال دلتا كيساوي 0، دونك انا كاين في هذه الحاله هذه لهنا، تفهمنا؟ الوغ في هذه الحاله المعادله شحال عندها من حل؟ عندها واحد الحل اللي كنسموه اكس 0 كيساوي ناقص بي على 2 ا، صافي. الوغ حتى داكشي اللي غادي نديرو هنا غنكتب اكس 0 كتساوي ناقص ديال بي، يعني سير البي خذو دير ليه ناقص، ما فيهش ناقص، دونك غتولي ناقص 2 جذر 2 على شنو؟ على 2 ا، يعني على 2 في 1، وراه 2 في 1 راه هي نيت 2، اللي كتساوي شنو؟ بالاختزال كتمشي ليا 2 مع 2 كتبقى ليا ناقص جذر 2. الوغ ديريكتومون نحط مجموعه الحلول، يعني ديك الاس سميها اس 2 حيت هذه فيها بي 2. الوغ اس 2 كتساوي شنو؟ كاين عندي غير واحد الحل هو هذا اللي هو ناقص جذر 2، دونك موان غاسين 2، وهكا كنكونوا لقينا الحلول او الحل ديال المعادله. شنو هي لي طاب الثانيه دابا اللي خصنا نصاوبوا؟ هي التعميل ديالها، الفاكتوريزاسيون ديالها. بيان سور حيت حنا لقينا في دلتا كيساوي صفر، يعني عندها غير واحد الحل، الفاكتوريزاسيون ديالها كتكون على هذا الشكل. يعني شنو؟ يعني هاد بي جوج اكس بي 2 ديال اكس كتساوي ليا شنو؟ كتساوي العدد ا، يعني واحد صافي واحد بلا ما نديروه يدخل ديريكت في القوس، افتح القوس، اكس ناقص داك الحل اللي لقيت. ها هي اكس ناقص الحل اللي لقيت، شحال هو الحل اللي لقيت؟ هو ناقص جذر 2، يعني ناقص مع ناقص راه هي زائد، زائد اش؟ زائد جذر 2. سد عليها القوس كلها اس 2، ها هي كلها اس 2، وهكا كنكونوا صوبنا الفاكتوريزاسيون يعني التعميل ديالها. شنو بقى لنا؟ جدول الاشاره ديالها. كذلك فاش كيكون دلتا كيساوي صفر عندها جدول الاشاره. نصوب الطابلو ديريكتومون، طابلو بسيط، انا نفتح واحد لين هنا. شنو قلنا كنديروا الفوق؟ اكس من موان لانفيني حتى بلس لانفيني. هنا شنو كندير؟ كنكتب البولينوم اللي عندي اللي خدامين عليه، دونك بي دو اكس. الوسط شنو كندير؟ الحلول اللي عندي، عندي اصلا غير واحد الحل اللي هو هذا اللي هو ناقص جذر 2، وكندير باللي راه كينعدم فيه. دابا القاعده شنو كتقول لي في هذه الحاله؟ ملي كيكون دلتا كيسوى صفر، كي كتكون قاعده الاشارات بسيطه بزاف، كتقول لك قبل الحل وبعد الحل نفس اشاره ا، ما عندك فين تلف، عقل عليها الله يرضي عليك، وما تخلطهاش ليا مع هذيك ديال ا اكس بلس بي اللي كنديروه هنا ناقص وهنا زائد، مازال غنشوفوها من بعد. في هذه الحاله فاش دلتا كيكون صفر كتاخذ نفس اشاره ا في كل شيء. يعني شنو غادي ندير؟ نفس الاشاره ا هنا، و ا راه واحد موجب، دونك غندير هنا زائد، ونفس اشاره ا هنا كذلك، يعني حتى هي هنا زائد، وبهكا كنكونوا صوبنا لي تخوا كاركتيريستيك ديال هاد الترينوم هذا. ندوزو لان اوتر اكزومبل باش نتعمقوا اكثر في هاد القواعد. اذا ناخذوا ليكزومبل الثالث اللي عندنا فيه بي 3 اكس كتساوي 4 اكس اس 2 ناقص اكس زائد 1، نفس الحاجه، نحلوا المعادله كتسوى صفر، نصوبوا لها التعميل ديالها ونقادوا لها جدول الاشاره. اول حاجه كيف ما كنقولوا دائما نحاول نكتبها على شكل معادله، يعني شنو؟ يعني بي 3 اكس كتساوي صفر، اش كيكافئ هذا الشيء؟ كيكافئ باللي 4 اكس اس 2 ناقص اكس زائد 1 هي اللي كتسوى صفر. شنو كندير من بعد؟ كنحاول نخرج لي كويفيسيون، دوك المعاملات نحطهم قدامي باش ما نتلفش في لي كالكول. يعني الا البي والسي، الا هو ديما اللي مضروب في الاكس اس 2 يعني 4، البي هو اللي مضروب في الاكس يعني ناقص 1، والسي هو العدد اللي بوحديته يعني 1. نحسب الدلتا باش نعرف اش من حاله عندي. الوغ غادي نمشي نحسب الدلتا ديالي. الدلتا كتساوي بي اس 2 ناقص 4 ا سي، يعني هاد البي هذا، هاد ناقص 1 اس 2 نقص منه 4 ديال ا مضروب في السي اللي غتعطينا شحال؟ ناقص 1 اس 2 هي 1 نيت، ناقص 4 في 4 16 في 1 يعني 16، 1 نقص منها 16 راه هي ناقص 15، وهاد ناقص 15 كي داير؟ بيان سور عدد اللي هو سالب، يعني اش من حاله عندي؟ عندي هاد الحاله. ومني تلقى دلتا صغر من صفر غير فرح، حيت ما عندكش خدمه بزاف. علاش؟ حيت فاش كيكون دلتا صغر من صفر مجموعه الحلول هي المجموعه الفارغه. ديريكتومون كنكتب باللي الاس ديالي اس 3 هي لونسومبل فيد، ما عندهاش الحل، تفهمنا؟
بالنسبة للتعميل كذلك حتى هو في الحقيقة ماشي التعميل كيساوي مجموعة فارغة. أنا هذا غير كتبت لكم هذا الرمز زعما هنا باللي ما عندهاش التعميل ديالها. علاش؟ حيت أصلا ما عندهاش حلول، دونك يا با دو فاكتوريزاسيون، فهمنا؟ عندها ولكن جدول الإشارة ديالها كاين وبسيط بزاف. شنو كندير؟ كنحط الطابلو ديالي، دونك غادي نحاول نرسم أن بتي طابلو بحال اللي درنا قبيلة. ديما الفوق اكس من موان لانفيني حتى البلوس لانفيني، البولينوم اللي انا خدام عليه يعني بي 3 اكس. وشنو كندير؟ القاعده بسيطه بزاف كتقول لك كياخذ اشاره ا في الانترفال يعني في المجال كامل. دونك شنو غادي ندير؟ نفس الاشاره ديال ا، الاش كنا هو 4 اشارته موجبه، دونك نفس الاشاره سيتادير حتى هنا كل شيء موجب. يعني هذا البولينوم هذه الحدوديه هذه راها موجبه من موان لانفيني حتى البلوس لانفيني، يعني موجبه في ار كامل. نتمنى تكون واضحه هذا المثال هذا اللي خدمناه دابا، وندوز للمثال الرابع. اذا المثال الرابع كذلك بحال قبيله عندنا فيه ناقص اكس كاري زائد 2 اكس ناقص 1. المطلوب اننا اولا نحلوا المعادله، نصوبوا التعميل ونصوبوا جدول الاشاره. بطبيعه الحال اذا كان ممكن، حيت في بعض الحالات كيف ما شفنا في المثال الثالث ممكن في بعض الحالات فاش كيكون دلتا صغر من صفر ما كنقدروش نديروا التعميل وما كنقدروش نلقاو الحلول. الوغ اول حاجه نديروها كيف ما كنقول دائما هي نديرها كتساوي صفر، دونك بي 4 اكس تساوي صفر تكافئ ناقص x كاري زائد 2 x ناقص 1 تساوي 0. شنو كندير؟ كنديتيرميني شكون هما لي كوفيسيون اللي عندي اللي هما ا و ب و سي. الوغ ال ا اللي مضروب في x و سي 2 يعني ناقص 1، ال ب اللي مضروب في x يعني 2، و سي اللي بوحدو يعني ناقص 1. شنو غادي نحسبو دابا؟ غنحسبو دلتا هو الاول باش نعرف اش من حاله عندي. الوغ دلتا كتساوي ب اس سي 2 يعني 2 اس سي 2 ناقص 4 في ال ا يعني في ناقص 1 في السي في ناقص 1 عاوتاني، كتساوي ب اس سي 2 2 اس سي 2 هي 4. شوفوا معايا هنا عفاكم نفكوا الناقصات، ناقص وناقص زائد زائد وناقص ناقص، فهمنا؟ 4 في 1 4 في 1 4 عاوتاني اللي هي شحال؟ اللي هي 0. دونك عندي دلتا كتساوي 0، سافو دير انا كاين في هذه الحاله هذه، يعني عندي لونسومبل دو سوليسيون فيه غير واحد الحل. دونك غنكتب اكس 0 كتساوي شنو هو الحل اللي عندي؟ ناقص ب على 2 ا، ناقص ديال ب، ب هو 2 يعني ناقص 2 على 2 في ا، 2 في ناقص 1 اللي هي ناقص 2 عاوتاني، ناقص 2 على ناقص 2 راه هي 1، يعني اس حيت هذه 4 دونك اس 4 كتساوي شنو؟ المجموعة اللي فيها الحلول فيها غير 1. ها هو اشنو خصني دابا ندير؟ نصاوب لها التعميل ديالها. الوغ بي دو اكس بي 4 ها هي بي 4 دو اكس كتساوي القاعدة شنو كتقول لي؟ كتقول لي ا عامل لاكس ناقص الحل اللي لقيتي كلها دير لها اس سي 2، تفهمنا؟ الوغ شنو غندير هنا؟ الا اللي هو شكون؟ موانز ان، ها هو ناقص 1 عامل، قلت لكم الا عندي غير العدد 1 ماشي مشكل، غير حيدو دير لي القوس، بطبيعه الحال ما غنطيرش الناقص، خلي الناقص، اكس ناقص الحل اللي لقيت، الحل اللي لقيت هو 1 يعني ناقص 1، كلها اس 2 وهذا هو التعميل ديالها. اشنو بقى لي من بعد؟ بقى لي نصاوب الطابلو دسيني، جدول الاشاره. الوغ شوفوا معايا هنا عفاكم، طابلو دسيني كيفاش غيكون؟ ديما ان طابلو الفوق كندير اكس من موان لانفيني حتى البلوس لانفيني، هنا كنحط سميه البولينوم يعني بي 4 اكس، وهنا الحل اللي لقيت. شنو الحل اللي لقيت؟ لقيت غير واحد. كندير بلي كتنعدم القاعده شنو قلنا كتقولنا ملي كيكون دلتا كيساوي صفر نفس اشاره ا نفس اشاره ا، شحال هو ا؟ ناقص واحد نفس الاشاره ديالو يعني الناقص هنا والناقص هنا، وبهكا كنكونوا سالينا هذا المثال الرابع وندوز للمثال الخامس. دونك لو سانكيام ترينوم اللي عندنا فيه 3x كاري موان 9x موان 30. ديما كيف ما العاده نفس الخدمه كتعاود. الوغ بي 5x كتساوي 0 ايكيفالون مع شنو؟ مع انه 3x كاري موان 9x موان 30 كتساوي 0. شنو غادي ندير؟ نحدد لي كويفيسيون المعاملات اللي عندي يعني دوك الا و بي و سي. الوغ ا بي سي، الا هو العدد اللي في اكس كاري يعني 3، البي هو ناقص 9 والسي هو ناقص 30. شنو غندير من بعد؟ اون كالكول ديسكريمينون دلتا. الوغ دلتا كتساوي بي اس 2 هاد بي هذا يعني ناقص 9
اوسي 2 ناقص 4 في الا يعني في 3 في السي يعني في ناقص 30 كتسوى. شوف معايا هنا ناقص 9 اوسي 2 هي ني 9 اوسي 2 حيت اوسي 2 كيحيد الناقص. 9 اوسي 2 81 ناقص وناقص هي زائد 4 اسي 4 في 3 12 و 12 في 3 هي 36 مع الزيرو هي 360. وشحال هي 81 زائد 360 الا حسبناها جو كرو غتعطينا 441. نتمنى ما نكونش غلط وي جو كرو هي هذيك واللي هو واحد العدد اللي هو اكبر من صفر ياك. يعني انا اش من حاله في هذه الحاله الاولى. دونك كاينين عندي جوج لي سوليسيون الاكس واحد اللي كتسوى ناقص ب ناقص جذر دلتا يعني الناقص ديال ب ب هو ناقص 9 الناقص ديالو هو 9 ناقص الجذر ديال دلتا يعني الجذر ديال 441 اللي هي جو كوا 21. دونك ناقص 21 على 2 في أ يعني على 2 في 3 2 في 3 هي 6 اللي كتسوى. الوغ 9 ناقص 21 هي ناقص 12 على 6 ناقص 12 على 6 هي ناقص 2. ها الحل الاول لقيناه. الحل الثاني اكس 2 بحالو غير عوض ناقص دير زائد يعني 9 زائد 21 على 6 9 زائد عليها 21 هي 30 30 على 6 هي 5. الوغ المجموعات الحلول اللي عندي اس 5 شنو كتسوى الحل بالترتيب ولكن ناقص 2 هو الاول عاد 5. هكا كنكونوا سالينا ليطاب ديال حل المعادله. غندوزو دابا ليطاب ديال التعميل فاكتوريزاسيون. ملي كيكون عندي دلتا اكبر من صفر التعميل كيكون بحال هذا الشكل سيتادير كنقول لهم بي 5 اكس شكون هو؟ هو ا عامل ديما ا. الأ شكون هو؟ هو 3 يعني 3 عامل. الاكس ناقص الحل الاول يعني اكس ناقص ناقص 2 سيتادير زائد 2 عامل حيت ناقص وناقص كتولي زائد. الاكس ناقص الحل الثاني يعني اكس ناقص 5 ها هي اكس ناقص 5 وبهكا كنكونوا سالينا التعميل ديالها. شنو كيبقى؟ كيبقى جدول الاشاره كذلك نفس الخدمه. دونك ان طابلو اكس موان لانفيني بلوس لانفيني وهنايا كنحط البولينوم اللي عندي يعني بي 5 اكس الحلول ديالو اللي كينعدم فيهم كاين ناقص 2 و 5 ديما بالترتيب الا قلبتيهم راه عندك مشكل. دونك ناقص 2 5 اشنو كتقول لي القاعده هنايا؟ شوف مزيان ملي كيكون دلتا اكبر من صفر دونك عندها جوج الحلول كيقول لك الاشارات كي كنديروا لهم العكس ديال الاشاره ا الوسط ونفس اشاره ا في الجناب سيتادير غنمشي ل ا هو 3 كي دايره اشارته 3 موجبه دير لي العكس الوسط يعني سالبه وبرا نفس الاشاره ا ا موجب دونك حتى هنا غيكون زائد وهنا غيكون زائد وهكا كنكونوا حصلنا على لي كاركتيرستيك ديال هاد الترينوم هذا وندوز لواحد لو كا لو كا 6 الحاله رقم 6 نشوفوا كيفاش نتعاملوا معها. الوغ خذوا معايا الحاله السادسه اللي هي في الحقيقه ما مكتوباش على شكل ان ترينوم ولا على شكل ان بولينوم. علاش؟ لان بي سي اكس اكس كتساوي اكس كاري موان زا اللي هو في الحقيقه ان ترينوم عامل 2x موان 4 يعني عندي هنا الجداء ديال جوج الحدوديات. بطبيعه الحال هي اصلا معمله يعني ما غاديش نديرو ديك ليطاب الثانيه ديال نعملوها لان اصلا هي معمله ولكن غادي نقدروا نديرو دوك جوج لي زيتاب الاخرين. يعني شنو؟ يعني نحلوا المعادله كتساوي صفر واهم حاجه مهمه في هذا المثال هي نعرفوا كيفاش نصوبوا لها طابلو دو سيني. الوغ شوفوا معايا اول حاجه غنديروها غنكتب بي 6 اكس كتساوي صفر تكافئ يعني هذا الشيء كيساوي صفر اكس كاري موان زان عامل 2x ناقص 4 كتساوي صفر. هذه بحال هذا الشكل ما غنحسب لها لا دلتا لا والو غنحاول نديفلوبي فيها. شوفوا معايا عفاكم اول حاجه ملي كيكون عندي جداء تعبيرين الضرب ديال جوج الحوايج كيساوى صفر اش كيعني هذا الشيء؟ كيعني باللي واحد فيهم كيساوي صفر. تفهمنا؟ جوج الحوايج مضروبين في بعضياتهم كتعطي صفر يعني واحد فيهم كيعطي صفر. دونك اكس كاري موان زان تساوي صفر او يعني بالعربيه او جوج اكس ناقص 4 هي اللي كتساوي صفر. تفهمنا؟ دابا اجي نشوفوا هذه اكس كاري موان زان كتساوي صفر هذه حدوديه من الدرجه الثانيه نورمالمون من حقنا نديروا لها دلتا ولكن هذه باش ما فكرتكمش بشي حاجه هذه متطابقه هامه اللي غتولي شنو؟ هي اكس ناقص 1 عامل اكس زائد 1 كتساوي صفر
او ارا نخدمو دابا على هذه اللي بقات هنا. هاد او هي او بالعربيه. الوغ هذه بسيطه بزاف، معادله من الدرجه الاولى كنصيفط الاعداد للجهه الاخرى، يعني 2 اكس كتساوي ناقص 4 كتمشي كتولي زائد 4. اجي دابا نرجع لهذه، شوفوا معايا عاوتاني، جداء تعبيرين كيساوي صفر، الضرب جوج حوايج كيعطي صفر، يعني واحد فيهم كيعطي صفر، دونك اكس ناقص 1 كتساوي صفر، او اكس زائد 1 كتساوي صفر، او ارا رجعوا لهذه، جوج اكس كتساوي 4. هاد جوج اكس شنو بيناتهم؟ بيناتهم الضرب، الضرب اش كيولي؟ كيولي قسمه، يعني اكس كتساوي 4 على 2. اذا اخيرا شنو غنلقاو؟ غنلقاو اكس كتساوي ناقص 1 صفطه للجهه الاخرى كتولي 1، و اكس كتساوي زائد 1 صفطه كتولي ناقص 1، و اكس كتساوي 4 على 2 شحال هي؟ راه هي 2. اذا فينالمون غنلقاو باللي اس مجموعه الحلول، دونك سموها اس 6، مجموعه الحلول شنو هما الحلول اللي عندي بالترتيب؟ عندي ناقص 1 عاد 1 عاد 2، وهادو هما الحلول ديال هذه المعادله. نتمنى الفكره تكون واضحه. ندوزو دابا لليطاب الثانيه اللي هي شنو بغينا نصوبو؟ بغينا نصوبو لها جدول الاشاره. شوفوا معايا عفاكم، غادي نكتب هنايا بي 6 اكس كتساوي، نحاول نحطها كيف ما هي، اكس استثناء ناقص 1 عامل 2 اكس ناقص 4، هذه بغيت ندرس لها الاشاره ديالها. ما امكن كنحاول نكتبها الماكسيموم بوسيبل تكون جداء ديال التعابير، يعني الضرب بزاف التعابير. مثلا هاد 2 اكس ناقص 4 ما عندك ما تفكك فيها مازال، صافي غتبقى بحال هكاك، ولكن اكس استثناء ناقص 1 عرفناها اش كتكون، هي متطابقه هامه، يعني غندير لها كتساوي اكس ناقص 1 عامل اكس زائد 1 عامل 2 اكس ناقص 4. دابا شوفوا معايا، عندي الضرب ديال هادو كاملين بغيت ندرس الاشاره ديالهم. فين ما تكون عندي الحاله بحال هكا مزيانه، اين فوا يكون عندي الضرب ديال بزاف ديال التعابير او لا حتى القسمه وبغيت ندرس الاشاره، بسيطه بزاف كندير واحد الجدول فيه كل وحده فيهم كندرس لها الاشاره، وفي التالي كنستنتج الاشاره بكل شيء. تبع معايا باش تفهم، غادي ندير واحد الطابلو غيكون دابا هنا كبير شويه لان عندي ثلاثه ديال التعابير. غنحط في الاولى اكس اللي كيفاري من موان لانفيني حتى لبلوس لانفيني. غادي نحط التعبير الاول اللي هو شكون؟ اللي هو مثلا اكس زائد 1. التعبير الثاني اكس ناقص 1. التعبير الثالث 2 اكس ناقص 4. وفينالمون كل شيء، يعني هذه في هذه في هذه، يا اما نكتبها كامله هنا او ليلى عندها السميه ديالها ها هي نقطعها هي نيت، يعني بي 6 اكس. تفهمنا؟ بعض المرات كتكون عندها السميه ديالها كتحطها، ما عندهاش كتحطها كلها هنايا. دابا تبع معايا شنو غادي ندير. اول حاجه اكس زائد 1 هي حدوديه من الدرجه الاولى، عقل على هادشي اللي كنعطيك دابا. شنو كنقصد بحدوديه من الدرجه الاولى؟ هي حدوديه كتكتب على شكل ا اكس زائد بي، عدد في اكس زائد عدد. هاد الاكس هذا الاس ديالو هو 1، ما يكونش اس 2 ولا اس 3 ولا اس، لا غير 1 غير اكس، هذه كتسمى حدوديه من الدرجه الاولى. الحلول ديالها بساط، اكس زائد 1 فاش كتنعدم؟ كتنعدم في ناقص 1، غنحطها. ولكن قبل ما حدنا يلاه بادين كنتعلموا، شوف شنو دير، ديما هادو اللي تلقى لهم الحلول كتبهم في الجنب. هذه فاش كتنعدم؟ في ناقص 1 ها هي. هذه فاش كتنعدم؟ اكس ناقص 1 باينه، باش تعوض هنا وتنقص منه 1 يعطيك 0، راه هي 1. الا جاب الله ما عرفتش نحلها ما بانش ليا الحل، كناخذها لورقه الوسخ وكنديرها كتساوي 0. مثلا هذه بغيت نعرف شنو هو الحل فاش كتنعدم، غناخذها لورقه الوسخ 2 اكس ناقص 4 ونديرها كتساوي 0 ونحل المعادله، غنلقى اكس كتساوي شنو؟ 2، حيت اصلا ديجا خدمناها. الوغ هذه كتنعدم في 2. ابخي شنو كندير؟ هاد الحلول اللي عندي هنايا اللي حطيت في الجنب في ورقه الوسخ كنكلاسيهم في هاد البلاصه هادي بالترتيب، وهنا كيجي الدور ديال هاد القضيه اللي قلت لكم ضروري خصكم تحطوهم هنايا، حيت كاين اللي كيجي كيلقى الحل الاول كيبدا به، وراه يقدر هذاك اللي تبدا به يكون هو الكبير. دونك شنو خصنا نديرو؟ نحطهم هو الاول في ورقه الوسخ عاد من بعد نرتبهم. دونك عندي ناقص 1 عاد 1 عاد 2، اوكي؟ نحيدو من هنا باش ما يدوخوناش، دونك صافي سالينا منهم. ابخي شنو كدير؟ بدا ليا بالاولى اكس زائد 1 فاش كتنعدم؟ في ناقص 1 ها هي. هذه ما كيطرى لها والو في ناقص 1، هذه حتى هي ما كيطرى لها والو. زيد اكس ناقص 1 فاش كتنعدم؟ في 1 ها هي. ما كيطرى لها هذه والو هنا، ها اللي كتنعدم في 1.
هادي ما كيطرى لها والو عاوتاني. زيد 2 اكس ناقص 4 فاش كتنعدم في 2 يعني هادي ما كيطرى لها والو حتى هادي حتى هي ولكن هادي كتنعدم. شوف حيت هاد بي هي الضرب ديال هادو بثلاثة يعني وقت ما انعدمت شي وحده فيهم حتى بي غتنعدم، يعني الا كانت الاولى كتنعدم حتى بي غتنعدم، حتى هادي حتى هي عاوتاني تنعدم وحتى هنا عاوتاني غادي تنعدم. دابا اجي نعمرو ليسيني، ليسيني ديال شكون؟ كنعمر ليسيني ديال هاد الحدوديات من الدرجه الاولى عاد نستنتج هاد الاخرانيه. شوف القاعده شنو كتقول لك، فاش كتكون عندك حدوديه من الدرجه الاولى يعني بحال هادو اللي عندي هنايا راه كتبتها لكم قبيله، ديما من البلاصه فاش كتنعدم للفوق كتاخذ نفس الاشاره ديال ا. شكون هي حدوديه من الدرجه الاولى؟ هي اللي كتكتب على شكل ا اكس بلس بي، ها هو الا هو اللي مضروب في اكس. هذه دابا مثلا من البلاصه فاش كتنعدم للفوق نفس اشاره ا، شكون هو الا ديالها؟ هو العدد اللي في اكس يعني واحد، واحد كي داير موجب، دونك هذه موجبه هنا. من البلاصه فاش كتنعدم لتحت العكس الاشاره ديال ا، يعني كان موجب غندير سالب. نعاود نفس لوبيراسيون هنا، شكون هو الا؟ هو واحد، دونك من البلاصه فاش كتنعدم للفوق عندها نفس الاشاره ديال واحد يعني موجب، لتحت عندها السالب العكس. عاوتاني هادي لا ميم شوز، من البلاصه فاش كتنعدم للفوق نفس الاشاره ديال ا، الا اللي هو جوج موجب، ومن البلاصه فاش كتنعدم لتحت عندها عكس الاشاره ديال ا. دابا اش كيبقى لينا؟ كيبقى لينا نستنتجوا الاشاره ديال كلشي اللي هي اللي عندنا بها حنا الغرض، دونك غنديرهم بلي كولور. شوفوا معايا عفاكم، الوغ بيت الاشاره هنايا شنو غادي ندير؟ ناقص وناقص زائد وناقص ناقص، فهمنا؟ ناقص وناقص زائد وزائد وناقص هي ناقص، دونك غادي ندير هنايا ناقص، غنكتبها بالخضر، موان زائد وناقص هي ناقص وناقص وناقص هي زائد، ها هي بلس زائد وزائد زائد وناقص، دونك زائد ضربتي في ناقص راه كيعطيك ناقص، اي فينالمون زائد في زائد هي زائد في زائد عاوتاني هي زائد، وهكا كنكونوا صوبنا الاشاره ديال هذه الحدوديه بي 6 اللي سميناها حدوديه. مثلا الا قلت لك عطيني امتى بي 6 كتكون موجبه، تبع معايا هادشي راه نحتاجو في مجموعه التعريف، امتى بي 6 كتكون موجبه؟ غتقول لي بي 6 كتكون موجبه في هذا الانترفال من ناقص واحد حتى لواحد حيت هو الموجب، اتحاد من جوج حتى بلس لانفيني، فهمنا؟ سالبه عاوتاني رابعين، هادشي راه مازال غادي نشوفوه ان شاء الله ملي ندخلوا للدومين دو ديفينيسيون. دونك كان هذا كلشي بخصوص السؤال الاول، وغندوز دابا للسؤال الثاني ديال هاد التمرين. هاد السؤال هذا كيهم فقط التلاميذ ديال العلوم التجريبيه، تلاميذ العلوم الاقتصاديه يقدر الا ما بغاوش يخدموه ما كاين مشكل لان ماشي ديالهم. هاد السؤال تحط في الامتحان ديال البكالوريا، الامتحان الوطني ديال 2020. دونك فهاد لا كيستيون كيقولوا لنا سوا نعتبر هاد المعادله هادي اكس اس اثنان ناقص جوج جذر ناقص جوج عامل جذر جوج زائد جذر 6 عامل اكس زائد 16 كتسوى صفر، دونك هي معادله من الدرجه الثانيه. قالوا لنا في السؤال بين ان مونتري كو دلتا المميز ديال الديسكريمينون ديالها كيساوي ناقص 4 عامل جذر جوج ناقص جذر 6 كلها اس 2. وللاشاره هذا السؤال هذا تحط في الامتحان الوطني ديال سنه 2020 للعلوم التجريبيه. الوغ باين السؤال مباشره يعني سؤال مباشر بين باللي دلتا كيساوي هذا الشيء، اوتوماتيكمون كنعرف باللي خصني نحسب الدلتا ونلقاه في الاخير كيساوي هذا الشيء هذا اللي بغاو، يعني ماشي نحسب دلتا ونلقى شي جواب ونحطو ليهم، لا راه بغاونا نلقاو باللي دلتا كيساوي هذا التعبير. اول حاجه غنديرو شنو هي؟ نديتيرمينيو نسيبليو شكون هما هادوك لي كويفيسيون اللي عندنا يعني الا و بي و سي. دونك بكل بساطه غادي ندير هنايا ا كتساوي بي كتساوي و سي كتساوي، الا هو العدد اللي مضروب في اكس اللي هو واحد، البي هو العدد اللي مضروب ا باردون في اكس اس 2 اللي هو واحد، البي العدد اللي مضروب في اكس اللي هو شكون؟ اللي هو هذا العدد كامل اللي هنا، هذا كامله كنعتبره هو بي، العدد كله اللي مضروب في اكس يعني ناقص جوج عامل جذر جوج زائد جذر 6، والسي هو العدد اللي بوحديته يعني 16. اوكي الوغ اون باس ديريكتومون بور كالكولي هذا لو دلتا. دلتا شنو كيسوى؟ دلتا كيساوي بي اس 2 ناقص 4 ا سي، يعني كيساوي البي اس 2 شكون هو بي؟ هو هذا، دونك ناقص جوج عامل جذر جوج زائد جذر 6 كلها اس 2، هذا هو بي كله اس 2، تنظيم مهم في هذه الحاله هذه، ناقص
4 ا سي يعني 4 في العدد ا شحال هو ا هو 1 دونك 4 في 1 هي 4 نيت فوا سي شحال هو سي هو 16 ابري شوفوا معايا حنا كيبان لينا هنا ديما في السؤال ديما عافاكم عاودوا رجعوا للسؤال حنا راه خصنا نلقاو باللي دلتا كيساوي ناقص 4 عامل شي حاجه يعني انا كنعرف باللي هنا خص نكون تكون عندي ناقص 4 في شي حاجه ما نمشيش نحسب هذه وتعطيني هنايا 64 ولا لا نحاول ما امكن غنعمل كل شيء بناقص 4 اول حاجه غنفكوا هذا الاس 2 عندي هذا التعبير كله اس 2 اشنو كندير كنفرق عليهم هذا الاس يعني غنعطي الاس 2 ناقص 2 ونعطيه لهذا الشيء اللي بين قوسين شوف معايا غتولي ناقص 2 اس 2 عامل جذر 2 زائد جذر 6 اس 2 ناقص 4 مضروبه في 16 كاين اللي غيمشي يحسب 4 في 16 ولكن من الاحسن لا علاش حيت انا كنشوف في السؤال باللي راه بغاوني نعمل بناقص 4 يعني هاد ناقص 4 اللي مضروبه في 16 من الاحسن خليها باش من بعد تاخذها بكل بساطه كتساوي شحال هي ناقص 2 اس 2 معروفه شحال كتسوى ناقص 2 اس 2 ياك ناقص 2 اس 2 راه هي 4 تفهمنا عامل الجذر 2 زائد جذر 6 اس 2 اوكي ناقص 4 بيان سور في اش مضروبه في 16 دابا من بعد نقدر نعمل بناقص 4 ديالي باش نبدا نقرب شويه بشويه للجواب كتساوي شوف غنعمل بناقص 4 يعني ناقص 4 عامل عامل اش شوف شنو درت خديت ناقص 4 يعني شنو هنايا هنا ما كانش ناقص 4 اصلا انا خديت ناقص 4 يعني غيتزاد واحد الناقص هنا حيت ها هو خرجت ناقص اللي اصلا ما كانش دونك باش نوازن غندير ناقص شنو غتبقى غتبقى هاد الحدوديه هاد العدد هذا اس 2 هاد العدد الا رديتو البال هو متطابقه هامه ا زائد بي كلها اس 2 غنشرها شنو غادي تولي غتولي جذر 2 اس 2 زائد 2 في جذر 2 في جذر 6 زائد جذر 6 اس 2 كلشي هادشي راه مازال ما سالناش الحساب حيت عملنا هنا بناقص 4 ها هي ناقص 4 وها 4 هنايا عملنا بها عملنا بناقص 4 شنو غادي يبقى كانت ناقص عملنا بها يعني غتولي عندي هنا زائد زائد اش الا خديت ناقص 4 شنو غادي يبقى غتبقى 16 وهنا غادي نسد عليها في معقوفه نمشي دابا نقاد هذا الحساب ديالي بشويه كتساوي ناقص 4 احنا دابا بدينا كنقربوا للجواب شويه بشويه ياك دلتا بغاو ناقص 4 عامل شي حاجه ها ناقص 4 هذيك الحاجه صوبها بشويه عليك شنو بقى عندي هنا بقى عندي ناقص ديال جذر 2 اس 2 كيمشي الاس مع الجذر كتبقى غير 2 زائد 2 في جذر 2 في جذر 6 كتبقى كيف ما هي ها هي زائد جذر 6 اس 2 كيمشي الجذر مع الاس كتبقى غير 6 كلشي هادشي زائد 16 ونسد عليها في المعقوفة كتساوي يعني دلتا كيساوي ناقص 4 عامل شنو غندير دابا دخل لي هاد ناقص يعني ناقص 2 ناقص 2 جذر 2 جذر 6 ناقص 6 هاد زائد 16 ما غتاثرش بناقص حيت هاد الناقص غير ديال هاد القوس فهمنا يعني زائد 16 ونسد عليها في المعقوفة اللي كتسوى ناقص 4 عامل عامل شنو الإخوان شوف معايا الله يرضي عليك هنا ناقص 2 ناقص 6 هي ناقص 8 جيب عندها زائد 16 زائد 16 ناقص 2 جذر 2 جذر 6 ابخي كاين شي ما يتحسب تما وي كاين شنو هو ناقص 8 زائد 16 شحال هي ناقص 8 زائد 16 هي 8 دونك 8 ناقص 2 جذر 2 جذر 6 ابخي شنو غادي ندير خلي ناقص 4 ما عمرك تقيسها لان بغيناها في الجواب شوفوا معايا هنا 8 ناقص 2 جذر 2 جذر 6 نورمالمون هذه شنو خصها تكون خاصها تولي متطابقه هامه ياك حيت ناقص 4 ها هي يعني هذه راه غتكون هي هذه خصني غير نوضحها شوف معايا الله يرضي عليك الا جاب الله انا في الامتحان ما لقيتش الحل ما عرفتش كيفاش نوصل ليها اشنو كندير كنخدموا بواحد الطريقه عكسيه حنا دابا عارفين باللي دلتا هو هادشي اللي لقينا ناقص 4 ها هي ناقص 4 يعني هاد لا بارتي هادي راه غتكون هي هادي غير في عوض ما نجي ديريكت ونحطها باش نضمن النقطه ديالي كامله اشنو كندير كنمشي ناخذ انا هادي اللي عندي هنايا نديها لورقه الوسخ ونشرها نشوف شنو غتعطي اجي ونشروها غادي ندير جذر 2 ناقص جذر 6 كلها اس 2 اش كتسوى نشرها لي الله يرضي عليك شوف شنو كتسوى عندي كتسوى لي جذر 2 اس 2 ناقص 2 جذر 2 جذر 6 زائد جذر 6 اس 2 اللي هي شنو جذر 2 اس 2 شحال هي هي 2 ناقص 2 جذر 2 جذر 6
زائد اش زائد 6. دابا هذه هي هذه اللي هي هذه نيت اللي خصها تكون هي هذه نيت. الو شنو غنديروا حنا؟ الا رديتي البال هنايا راه هاد 2 زائد 6 راه هي هاد 8، وهاد لا بارتي هذه اللي هنا راه هي نيت اللي عندك هنا. يعني شنو غادي دير؟ فعوض هذه كتب لي هذه. دونك 2 ناقص 2 جذر 2 جذر 6 زائد 6. صافي احنا دابا عرفناها باللي هذه غادي تعطينا هذه المتطابقه الهامه. هادشي كنكون درنا غير فرقه الوسخ ديريكتومون. هنا غادي نقول دلتا كتساوي ناقص 4 عامل شنو قلنا هذه شكون هي؟ هي هذه المتطابقه الهامه، يعني جذر 2 ناقص جذر 6 كلها اس 2. وحنا وصلنا لذاك الدلتا اللي طلبوا منا اننا نلقاوه ونوصلوا ليه. نتمنى هادشي اللي درنا في هاد لا فيديو يكون مفهوم. نشوفكم ان شاء الله في فيديو واحده اخرى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.